اهلا وسهلا بكل مشاهدي اكسترا نيوز في كل مكان. زي ما عودناكم دايما على شاشه اكسترا نيوز بنكون معاكم في جولات مستمره بنتعرف على مشروعات حياه كريمه في قرى ومحافظات مصر المختلفه. احنا النهارده موجودين مع حضراتكم في قريه شمه، وهي احدى القرى التابعه لمركز اشمون هنا في محافظة المنوفية. حيث في مجموعة كبيرة جدا من المشروعات اللي بتتم هنا في القرية وفي المحافظة بشكل عام، هنتعرف عليها ونتعرف على كافة التطورات. بالتأكيد هنلتقي بأهالي القرية نتعرف منهم على التطورات اللي لمسوها من مشروعات حياة كريمة، وبالتأكيد هنقف بالتفصيل عند كل مشروع. هنقف عند المدارس، هنقف عند وحدة طب الأسرة، وبالتأكيد مجمع خدمات المواطنين وغيرها من المشروعات اللي هنتعرف عليها بالتفصيل خلال جولة. لسه مستمرين مع حضراتكم في جولتنا هنا قرية شمة في محافظة المنوفية، وبالتأكيد بتشرف اني معايا مجموعة من اهالي القرية نعرف منهم اكتر عن اللي بيحصل هنا داخل قرية شمة. برحب بحضراتكم كلكم معانا، وفي البداية اهلا بيك واتعرف بحضرتك. اهلا بيك ونورت قريتنا وشرفتونا ونورتونا وسددنا شرف بوجودكم معانا. شكرا، ده نوركم بالتأكيد. عرفنا على حضرتك اكتر، قولي اسمك ايه؟ انا الاستاذ طلعت محمد زهو، مدرس في مدرسة شمة التجارية، لغة عربية ان شاء الله. يعني حضرتك مدرس، لازم تكلمني عن التطوير اللي بيحصل في التعليم هنا داخل القرية، شايفه ازاي؟ والله انا عن نفسي لحد الان انا مبسوط جدا جدا باللي حصل في قريتي، واتمنى انه يحصل في جميع قرى جمهورية مصر العربية، وده مش هيحصل الا بالمخلصين والناس اللي بيحبوا البلد وبيجاهدوا عشانه وواقفين وراء رئيسنا وواقفين وراء حكومتنا. قولي ايه من التطوير اللي حصل انت شايفه في قطاع التعليم كان مش حاصل قبل كده دلوقتي تم؟ انا يكفي النهاردة ان انا هحس في يوم من الايام ان شاء الله باذن الله، بس مع الصبر، ان المدارس بتاعت قرية شمة دي هتكون قرى نموذجية ان شاء الله، بمناسبة ان احنا عدد الطلبة عندنا في الفصول كانت 40 وفوق 40، ان شاء الله هتقل والتعليم هينصلح حاله، بس مع الصبر ومع المخلصين ومع محبي التربية والتعليم في جميع مدرسي وزمايلي في التربية والتعليم. حضرتك بقى كمدرس بتشوف الطلبة ازاي؟ الطلبة بيقولوا لك ايه على اللي بيحصل؟ الطلبة بيقولوا لي انه كويس وكل حاجة، بس احنا عايزين التربية والتعليم دي فيها كذا اتجاه، فيها المعلم، فيها المنهج، فيها الكتاب، بس يا ريت ونفسي اتمنى من الله ان ظاهرة دروس قصة تنتهي من القرية ومن التعليم، عشان الطالب يتعب ويجاهد ويحصل على المعلومة بجهده أحسن من أي مساعدة من أي إنسان. بنشكرك شكرا جزيلا. أكمل مع حضرتك، يعني عرفني بنفسك في البداية. أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ. عرفني بنفسك في البداية. أولا نورتونا الأول، ونورت شمة وضواحي شمة. المهندس ثابت توفيق عبد الفتاح الشعراوي، مفتش إداري بمديرية الطب البيطري من منوفية. عظيم، حضرتك منورنا. يعني في البداية قول لنا الله يكرمك، ايه التطوير اللي انت لمسه بيحصل هنا في القرية؟ التطوير الحمد لله والشكر لله، تم يعني تم اعمال ما كناش نحلموا بيها في قرية شمة، اضافة لكل سواء احنا رفع كفاءة المدارس رقم واحد، اتنين عندنا مدرستين اتنشأوا من البداية من بعد حياة كريمة، مدرسة الشهداء وجناح في مدرسة الشهيد أيمن، تمام؟ ورفع كفاءة مدرسة الشهيد إسلام جنديل والشهيد محمد عيسى وجميع المدارس ما شاء الله كانت بقت أعلى على مستوى كبير جدا، ده بالنسبة للمدارس. بالنسبة للقطاع الزراعي عندنا الجمعية الزراعية والطب البيطري، الوحدة برضو الطب البيطري بداخل الجمعية الزراعية، عندنا الطرق والأسفلت والجنينه اللي احنا واقفين فيها دي كناش نحلم بيها ان هتكون عندنا في شمه دي اصلا، تمام. عندنا الشباب الرياضي تم رفع كفاءته بدرجه امتياز، فاحنا هنا الحمد لله والشكر لله حقيقي، يعني احنا في نعمه من وراء القياده السياسيه الحكيمه سواء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي او حكومتنا او اعضاء مجلس شعبنا النواب سواء شيوخ او نواب شعب، تمام. وبالتاكيد ان شاء الله التطوير يكون مستمر. احنا الحمد لله التطوير مستمر وما زال مستمر موجود عندنا، سواء صرف صحي، سواء طرق، سواء نت، سواء ميه، يعني الحمد لله حقيقي. احنا ايه اكتر حاجه شخصيا في حياتك اليوميه فرقت معاك؟ اولا الـ 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 الشكل الجمالي للبلد،
يعني تغيرت تغير جذري من يعني الاول، يعني فعلا من مدخل القريه من اول ما بندخل كانك انت داخل مدينه مش مدينه عاديه، لا قول الزمالك المهندسين وهكذا حقيقي، مش يعني تحس ان الشكل العام احنا في مدينه يعني عاليه جدا. بشكرك شكرا جزيلا والله. شكرا جزيلا ليك. تسلم حبيبي. يعني بتشرف ان معانا كمان مجموعه من الاهالي اتعرف بحضرتك. اتفضل يا باشا. كمال محمد احمد بربيش من جوار شم. اهلا بيك. يعني يقول لي عندك ولاد قد ايه؟ عرفني على نفسك اكتر. ولاد عندي 5 اولاد. ما شاء الله ما شاء الله. في مدارس ولا كبروا؟ لا خلصين مدارس الحمد لله. زمان بقى وقت ما كانت يعني المدارس قبل التطوير الوضع كان عامل ازاي؟ لا الوضع كان تعبان عن دلوقتي خالص، اما دلوقتي يعني الحمد لله في تطور وفي احسن من الاول خالص، في تغيير نام عن الاول. ايه تاني انت شخصيا بتلمسه في حياتك اليوميه في بيتك؟ ايه اثر عليك؟ اللي اثر عليا يعني لقيت في احسن عن الاول خالص، اللي ما تلوش كنت تلاقيه الاول دلوقتي تلاقيه، اما الاول كنت تجهد وتتعب عشان ما تلاقي الشيء. دلوقتي يعني الحمد لله كل حاجه متوفره والحمد لله بقى الظاهره احسن من الاول خالص. يعني انت يعني اتكلمت عن التعليم، طب الصحه اخبارها ايه؟ المستشفيات، المستشفيات دلوقتي بتيجي الحمد لله بتلاقي اي طلب عندك اللي انت عندك، حد تعبان ولا حاجه بتلاقي اي دكتور بيكشف على اللي انت عنده اللي انت عاوزه. اي حد تعبان بتكتب يكشف عليه، واللي مش موجود في المستشفى بيكتبوا لك يجوا الصيدليه من بره. يعني الحمد لله يعني في التطور احسن يعني. ان شاء الله بفضل حياة كريمة وفضل الناس الكويسة معانا وبجهد معاهم يعني، وربنا يصلح الحال البلد وان شاء الله التطوير كمان يفضل مستمر يعني. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. كمان نتعرف اخيرا على حضرتك، عرفني رمضان بنفسك. رمضان علي مرسي خليفة قرية شمة. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجهوده الرائع واهل حياة كريمة على مجهود اللي حصل في شمة. اولا تم بناء مجمع مصالح، احنا بيننا وبين اشمون 18 كيلو. كان كل مواطن بيطلع يعمل بطاقه يعمل فيش يعمل اي حاجه بيعملها في اشمون 18 كيلو. الحمد لله رب العالمين عندنا مجمع مصالح في جميع المصالح الحكوميه. تمام ان شاء الله باذن الله، وربنا كرمنا بحمد الحمد لله رب العالمين بالغاز الطبيعي. ده كان مستحيل ان كان يوصل القريه، وصل الغاز الطبيعي وكل المواطنين عندها غاز طبيعي في بيوتها حالا. تمام الفايبر الحمد لله رب العالمين وصل لطلابنا في القريه الفايبر والنت اشتغل وتمام الحمد لله. بالنسبه للمدارس تم انشاء مدرستين جداد من الارض للمباني للتعليم اشتغل الحمد لله. بناء المستشفى مركز طب اسره مدخل القريه الحمد لله رب العالمين تمام. السابلت اتعملت حديقه للاطفال، حديقه للناس تمشي عليها وتقعد فيها، والحمد لله رب العالمين كل حاجه تمام. بشكرك شكرا جزيلا. عفوا فندم. وبشكر حضراتكم بالتاكيد على متابعتنا، احنا لسه مكملين معاكم في جولتنا من هنا من قريه شمه بالمنوفيه. لسه مستمرين مع حضراتكم في جولتنا من هنا من قريه شمه في محافظه المنوفيه. وزي ما احنا شايفين الشكل الجمالي هنا في القريه بيلعب دور مهم جدا، وفي تطوير كبير جدا من مدخل القريه ولحد ما نوصل للمدارس وقلب القريه. خليني اتكلم مع مجموعه من اهالي القريه ونعرف منهم اكتر عن التطوير اللي هم شايفينه وايه اللي حصل في القريه خلال الفتره اللي فاتت. اهلا بيك معانا واتعرف بحضرتك في البدايه. حضرتك يا باشمهندس وتشرفت بحضرتك وجميع القائمين على القناه، وتحياتي لحضراتكم جميعا. مع حضرتك رمضان ابو حسنين مهندس زراعه. عرفني اكتر على نفسك، يعني عندك ولاد قد ايه؟ طول عمرك عايش هنا في القريه ولا لا؟ انا حضرتك متزوج وعندي بنتين وولد وشغال مهندس زراعي، وباجي هنا اشراف على الشغل هنا في الصحه هنا تبع مستشفى شمه. اسمهم ايه وعندهم كام سنه ولادك؟ مع الله يبارك في عمرك يا فندم، معايا ساره في ثانيه ثانوي عام، ومعايا عبد الرحمن في سنه 5 وساجده 3 سنين. يعني انت مستلم المدارس من اولها لاخرها. يا فندم ابتدائي والحضانه والثانوي العام. ايه التطوير بقى اللي حصل في الجزء ده بالذات هنا داخل القريه؟ والله يا حضرتك باشمهندس مش القريه بس، ده على مستوى الجمهوريه بصراحه نهضه غير مسبوقه في الدوله، من بنيه تحتيه لتعليم لصحه لجميع كل حاجه بصراحه. يعني مش القريه دي بس، ده على مستوى جمهوريه مصر العربيه.
كل حاجه. يعني هنا مثلا حضرتك القريه هنا مثلا بنتكلم في المدارس، بنتكلم في الصحه، في المستشفيات، في المركز التكنولوجي لجميع الخدمات اللي هتأدي للناس اللي هم بتوع القريه، للبنيه التحتيه من غاز، من صرف صحي، من مياه، من طرق، من لا بصراحه على مستوى الجمهوريه حاجه هي حياه كريمه، وهي كريمه فعلا، حياه كريمه. ايه اكتر حاجه انت كنت بتعاني منها قبل كده وكانت عامله لك ازمه، ودلوقتي لما بدا يبقى في تطوير حسيت انه النقطه دي لا فيها تحسن؟ والله حضرتك هو المدارس حضرتك تم التطوير فيها كويس جدا، ده تم بناء مدارس جديده وتم تطويرها، وتم المركز التكنولوجي دوت هيبقى فيه خدمات للمواطنين، لان ما كانش فيه، كان فيه معاناه، اللي عايز بيقدم خدمه بيقدم بيروح في المدينه هناك بيعمل مصلحته، انما دلوقتي هتبقى الخدمات كلها متوفره. بالنسبه للمواصلات للطرق بقت كويسه جدا على اعلى مستوى، واللي جاي افضل ان شاء الله. الله بشكرك جدا، نورتنا، شكرا ليك. بس بخصوص لسياده فخامه رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي وجميع القائمين في الدوله وحضراتكم، ومتشكر لحضرتك. بشكرك جدا، نورتنا، وشكرا على وجودك معانا. وخلينا كمان نكمل في لقاءاتنا، برحب بيك وعرفنا بنفسك في البدايه. ماهر ايد عبد النبي يا فندم. يعني قول لي بتشتغل ايه، عندك ولاد قد ايه، عرفني اكتر على نفسك. فني زراعي، فني زراعي في الوقت الصحيح. عندك ولاد؟ عندي ولاد، عندي خمسه. عندهم كام سنه؟ عندي بنتي الكبيره في سنه 6 ابتدائي، ابراهيم في 4 ابتدائي، احمد في 8 ابتدائي، اروى في KG2. انت برضو المدارس يعني واخد مراحل كتير ما شاء الله. الحمد لله. يعني قول لي المدارس فرقت معاهم ازاي قبل وبعد؟ لا بعد حياه كريمه في اختلاف كبير يا فندم بصراحه. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في كويس الحمد لله، في المدارس التعليم بقى افضل من الاول كتير، والتابلت في الثانويه العامه 10/10 حلو مش وحش. دي اكتر حاجه انت حاسس بالفرق فيها، ولا في حاجات تانيه في القريه يعني قول لي برضو؟ اللي هو الغاز الطبيعي، اللي هو الشبكه بتاع النت كويسه الحمد لله. فرق معاك ازاي الغاز لما وصل البيت؟ كان في ازمه كبيره عندنا في الانابيب، من ساعه ما وصلنا الغاز بقى كويس الحمد لله، بقيت خلاص يعني انت مكتفي بالغاز. ايه تاني لما يعني فرق معاك في البيت؟ فرق في البيت حضرتك شبكه النت اللي هي كويسه بقت كويسه، والميه الحمد لله اتطورت كويسه، والصرف الصحي كله بقى كويس الحمد لله، وعندنا واحدة صحية هنا بقت كويسة، اللي في شمال بقت 10/10. الخدمات اللي بتقدمها انت شايف ان هي خدمات كويسة بالنسبة للأسرة؟ هي وحدة طب الأسرة. طب الأسرة يا فندم كل خدمات كويسة الحمد لله. طب انت يعني قبل التطوير ده ما يحصل ايه اكتر حاجة كانت عاملة لك أزمة، كانت مضايقاك، عاملة لك مشكلة، ودلوقتي مع التطوير يعني حسيت انه ها في تحسن؟ يا فندم المدارس عامة التعليم كان مش مظبوط، وتدخل وحدة صحية ما كانش فيها اي خدمات، والغاز ما كانش موجود، الانابيب كان فيه ازمه على طول. دلوقتي الحمد لله العمليه اتطورت وبقت كويسه، سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي الحمد لله ظبط العمليه معانا. بشكرك جدا، شكرا ليك على وجودك معانا. وبالتاكيد مشاهدينا احنا لسه مكملين مع حضراتكم في جولتنا من هنا من قريه شمه في المنوفيه. شكرا جزيلا. مشاهدين احنا موجودين دلوقتي في مدرسة الشهيد سامح طحون، وهنتعرف بتأكيد على كل التطوير اللي بيحصل فيها، ومعانا مدير المدرسة الأستاذ ناصف شاهين. أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك وأهلا بالجروب اللي مع حضرتك، وشرفتونا ونستونا. أهلا بيك. يعني في البداية عرفنا على التطوير اللي حصل هنا في المدرسة. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أدي لحضرتك نبذة مختصرة عن ما كان وما كان قبل ذلك، قبل حياة كريمة. مدرسة الشهيد سامح طحون اللي هي الزهراء سابقا كانت تتضمن الثلاث طوابق اللي حضرتك شايفهم دول. الثلاث طوابق دول كان ساعة الطالب فيهم ساعة كثافة الفصل، ده المبنى القديم الأساسي. القديم الأساسي كان يتضمن 17 فصل، ما فيش 17 قاعة دراسية. المكتبة بتاعتنا كانت صغيرة جدا، ما فيش معمل علوم، ما فيش معمل الأوساط مش مجهز. طبعا الحاجات دي كنا بنعاني منها. وعدد الطلبة بقى كان كام؟ عدد الطلبة فيها كان يتعدى 62 طالب في كل فصل وما يفوق ذلك. بفضل الله وتوجيهات معالي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعالي مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء وكل المسؤولين في حياة كريمة، جت لنا حياة كريمة نجدة من السماء بصراحة. يعني ما شاء الله، يعني تعالى نيجي النهاردة نلاقي صرح تعليمي جنب هنا هو مكون، وسع عليا 9 فصول، 9 حجرات دراسية. احنا بنتكلم كده عن إنشاء مبنى جديد، مبنى جديد يبقى ملحق هنا بالمدرسة. تمام يا فندم، تمام. المبنى القديم ده على فكرة منشأ سنة
79 ولم يتم عملنا فيه صيانة قبل كده مرة واثنين وثلاثة، بس صيانة بسيطة ما كانتش تسع أو تؤدي الغرض المطلوب منها بحل الكثافة وحل المشاكل والمعوقات اللي كانت بتقابلنا بيها يعني. إنما لما جت حاجة كريمة بصراحة ما شاء الله يعني، النهاردة تعالى تفرج النهاردة لما توصل لكثافة الفصل من 62 طالب توصل لحد 35 طالب و40 طالب، أنت عملت إعجاز، عملت إنجاز. هي موضوع الكثافات من أهم النقط اللي تمت معالجتها. أكيد. كمان المبنى القديم تمت صيانته، تمت صيانته في حياة كريمة. في الكلام ده في غضون 6 شهور يعني، ده إعجاز 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 فعلا يعني. ما 6 شهور تتحول مدرسة زي ما انت شايف كده، ده أنا بسميها مدرستنا دي بسميها يعني مع احترامي لكل شهور جامعة أمريكية بعد احنا كده ما شاء الله في عشان كله. طبعا في تطوير طبعاً كبير تطوير. طيب المبنى الجديد بقى عرفني على أهم ملامحه كده، في كم فصل، في معامل إيه، قولي. المبنى الجديد وفر لي 9 حجرات دراسية و6 حجرات رياض أطفال ما كانوش موجودين عندي، يعني 9 حجرات دراسية وحجرات دراسية مجهزة على أحدث المستوى. وفر لي مكتبة ما كانتش موجودة عندي، موفر لي كمان معمل أوساط، وفر لي حجرة للأغراض المتعددة، أدي نشاط مسرحي، نشاط فني، الكلام ده كله مش كانش موجود في المدرسة، أدي فيها الأنشطة زي ما الكتاب بيقول، الكلام ده كانش موجود في المبنى القديم. دلوقتي التلميذ بيجي المدرسة بيشجع على انه يتعلم صح ويشوف الاسلوب الامثل اللي هو التعليم الحديث والتطور. وصل لي ووفر لي كمان حجرة مشاهدة اللي كلامي علشان اطبق الايه كل الانظمة الجديدة في التعليم. طيب احنا بنتكلم عن 62 طالب كانوا موجودين في الفصل قبل المبنى الجديد وقبل ما يتم تطوير المدرسة. تمام. النهاردة بعد الفصول الجديدة عدد الطلبة في الفصل قد ايه؟ احنا كثافة الفصل تتراوح من 35 ل 45 طالب، يعني في 37 طالب، 40 طالب، 42 طالب، مش كثافة، مدرسة خاصة، احنا بنسميها هنا المدرسة الخاصة ما شاء الله، ومش لحدنا بس، في كل مدارس البلد بنفس الطريقة. انا هاجي عند مدارس البلد ونشوف برضو ايه التطوير اللي حصل فيها، لكن قبل ده يعني قول لي هل استقبلتوا طلبة جداد من بره بعد المبنى الجديد؟ اكيد حلينا بعض المشاكل في المدارس التانية، يعني الكلام ده لما كانت عندنا مدرسة نائية موجودة هنا، المدرسة التانية موجودة هنا في شرق البلد، المدرسة دي كانت الكثافة فيها تزيد برضو عن 62 طالب، بدأنا نفتح باب التحولات، خفنا الكثافة عنهم لحد ما وصلت ايه بالتعاون والتنسيق مع الإدارة، مشكور مدير الإدارة والمسؤولين، ان هو اصبحت دلوقتي الكثافات متوازنة في البلد. يعني الكلام ده كله حل مشكله كبيره بفضل الله يعني، وخلى بالتاكيد طلبه ساكنين قريب يجوا هنا المدرسه. أيوة طبعًا ويبقى طبعًا في يعني طبعًا عداله في التوزيع. اكيد طبعا، لان الطلاب دي كانوا بياخدوا يعني بيمشوا مشاوير كتيره علشان يوصلوا، انما دلوقتي كله ميسر بالنسبه للطالب الحمد لله بفضل الله. طيب بشكل عام بقى المدارس هنا في قريه شمة اخبارها ايه؟ قول لنا التطوير كمان اللي حصل فيها. والله حياه كريمه بالنسبه لقريه شمة، انا ما بقولش قريه شمة، اصبحت مدينه شمة، لان ده نموذج ما شاء الله يعني، النموذج والماكيت اللي موجود في شمة وهيطبق ان شاء الله في جميع القرى بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل الشكر من هذا المنبر بقول كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والمسؤولين عن الحياه كريمه، ان شمة اصبحت في طفره. طفره ازاي؟ اما تتخيل ان انا عندي 6 مدارس ابتدائي في شمة، في قريه شمة 6 مدارس ابتدائي، الكثافه توصل من 45 من 35 45 طالب في كل فصل، يبقى انت اصبحت حليت المشاكل المتراكده عندنا بقالها عشرات 30 سنه فاتوا. ايه ده، احنا كنا في في فين بالنسبه للكثافات؟ عندي مدرسه الشهداء مبنيه جديده النهارده، مدرسه الشهداء دي تعتبر في اقصى شرق البلد من هنا. في عندي مدرسه عبد السلام وهبه انعمل فيها 24 فصل برضه مهيئه لاستقبال الطلاب وفعلا خففت الكثافه في العيب الثاني. عندي مدرسه ياسر لبيب الناحيه الثانيه، 6 مدارس ابتدائي ما شاء الله عليهم، ولم يقتصر المجهود على المدارس الابتدائي بس، ولكن انا عندي 4 مدارس اعدادي في كياشم، 4 مدارس اعدادي، كذلك مدرسه التجاره، مدرسه الثانوي، وتدخل المدارس كلها تلاقيها نفس النمط. لو بصيت حضرتك ولفت نظرك ان هتلاقي في مدرسه كمان، مدرسه شمة بنين جنبنا وداخله جوده ما شاء الله عليها جنبنا على طول مباشرة. المدرسة ديت تخش برضو فيها تلاقي نفس الطريقة، تلاقي نفس النظام، تلاقي مدرسة مستحدثة فيها كل التقنيات وكل التحديثات وكل الحاجات الممتازة. فخر لنا شمة مركز مش بالتأكيد. مدينة شمة حتى ولم يقتصر على التعليم بس،
وتوسع الحياه الكريمه لتشمل كل مداخل البلد. احنا بصراحه احنا بالتاكيد يعني هنتعرف على كل جوانب التطوير هنا في القريه في جولتنا. اخيرا عايزك تقول لي رد فعل الاطفال عامل ازاي، الطلاب وهم بيشوفوا التطوير ده. يا فندم احنا عندنا الاطفال دلوقتي اصبحت بعد ما كان هناك الطالب غير او التلميذ الطفل الصغير ده غير محبب ان هو يخش المدرسه ويجي المدرسه ويذهب للمدرسه، اصبحت النهارده تعالى لما يلاقي فيه نشاط ملعب كره قدم زي اللي بيلعب فيه، يلاقي مكتبه بيقرا فيها، يلاقي مثلا نشاط مسرحي. انا عندي انشطه مسرحيه من اوائل الانشطه المسرحيه في واخدين مراكز بفضل الله في على مستوى الاداره. عندي نشاط اذاعي، نشاط مسرحي، كل ده طبعا تشجيع للطالب. الطالب اصبح عنده المجال واسع، فاصبح دلوقتي مش مكثف او مش مضغوط او يعني المناخ بتاعه بقى آمن ان هو يتعلم تعليم جيد ويوصل للي احنا عايزينه بفضل الله. بنشكرك شكرا جزيلا استاذ نصر يا فندم، تحت امرك كنت نورتونا. كل التحيه لكم وكل التحيه للرئيس عبد الفتاح السيسي وللمحافظ المنوفيه ولمدير الاداره وكل القائمين على العمل، وكل التحيه لكم. شكرا يا فندم، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا بالتاكيد شكرا بشكر كل مشاهدينا، واحنا بالتاكيد مستمرين معاكم في جولتنا. لسه مكملين مع حضراتكم جولتنا من هنا من قرية شمة في محافظة المنوفية، وبالتأكيد عشان نتعرف أكتر على التطوير اللي بيتم ونعرف قد إيه التطوير ده مؤثر، لازم نتكلم مع أهالي وأولياء أمور يعني الطلبة اللي موجودين هنا في المدرسة وأهالي القرية بشكل عام، نتعرف منهم على التطوير اللي هم لامسينه واللي حاسين بيه في المدارس أو حتى في أي حاجة داخل قرية شمة بيحصل لها تطوير. بتشرف بالحقيقه اني معايا مجموعه من الاهالي واولياء الامور، اتعرف بحضرتك. انا مدام امال خليفه عيسى زايد، مواطنه من قريه شمه، وليت امر تلاميذ ليا في المدرسه ديت. عرفيني على اولادك قد ايه، عندهم كام سنه؟ انا عندي بسمله في سنه 6 ابتدائي وعندي سنه في سنه 5 في نفس المدرسه دي. ما شاء الله. قولي لي بقى التطوير اللي حصل في المدرسه اثر عليهم ازاي؟ الفصل طيب كانوا قد ايه وبقوا قد ايه؟ بصراحه الكثافه في الاول كانت وصلت ل 60 عيل، يعني كانت مشكله بالنسبه لنا. انا واحده من ضمن اولياء الامور، كنت بحس ان فعلا اولادي ما يعني ما فيش استيعاب، الاستيعاب ضعيف. بعد التطور كانوا بيشتكوا لك، يقولوا لك مش فاهمين. طبعا انا مش عارفه اقعد يا ماما، المكان ضيق عليا، انا ما لحقتش اكتب اللي على السبوره، انا مش شايفه من اللي قدامي. انا الدرس خلص وما فهمتش منه حاجه، الوقت كان ضيق بسبب الازدحام اللي احنا كنا فيه. انما دلوقتي حاليا بصراحه يعني من بعد حياه كريمه ومن بعد المبنى ده، الفصل وصل ل 35 عيل، اصبحت بنتي بترجع لي بكراسه منظمه، مفيش مش معيطه، مش كارهه المدرسه. يعني انا حاسه ان نفسيه اولادي اتغيرت تغيير تام بعد حياه كريمه. بقوا يقولوا لك في انشطه جديده بتحصل، بقوا يحبوا يجوا المدرسه. طبعا في يوم رياضي بقت بنتي مبسوطه جدا وتلبس احسن لبس وتطلع فرحانه ومبسوطه، النهارده يوم رياضي وهتمارس الانشطه بتاعتها، واصبحت المدرسه بالنسبه لها كانها راحه فسحه، مش راحه مثلا وطول النهار قاعده وكراسي نظيفه وحاجتها منظمه، كل دكه بقى فيها يعني عيلين اتنين، يعني بدل من كانوا وصلوا الخمس تلاميذ في ريح بعض قبل كده، دلوقتي حاليا كل اتنين في دكه. يعني ده فضل ونعمه من عند ربنا، وطبعا يرجع الفضل برضو للرئيس بتاعنا الله يبارك له، ان هو يعني قدم مستقبل كويس لعيالنا. انا بمشي في قريه شمه، انا نفسي بمشي في قريه شمه مبسوطه. ايه تاني في التطوير اللي حصل في القريه حاسه ان هو تطوير كبير وانت متاثره بيه؟ بصراحة أنا كنت بزهق من قعدة البيت أنا وأولادي، وأحس إن أنا مخنوقة ومزنوقة، فباخد أولادي وأطلع يومين في الأسبوع للمنتزه اللي الرئيس الله يبارك له عامله لنا، الجنينة، بقعد فيها بحس إن أنا بتفسح بالمجان، يعني بحس إن أنا بتفسح أنا وأولادي من غير ما أدفع أي حاجة خالص. بروح مستشفى بلدنا، كانت يعني أقسام إيه ودكاترة إيه ونظام إيه، يعني حياة تانية خالص بجد بجد، حياة تشرف أي قرية. أنا بشكرك جدا بشكرك جدا. خلينا نتعرف برضو على حضرتك، قولي لنا اسمك إيه، عندك ولاد قد إيه، عرفينا على نفسك. سيادتك أنا حنان محمد عبد المقصود سلامة من قرية شم. عندك بقى ولاد قد إيه، قولي لي. كريم أحمد أبو ري وكريمين أحمد أبو ري. عندهم كام سنة وفي سنة كريم جاي. في السنة عنده 10 سنين وفي المدرسة الابتدائية، مدرسة دي.
ما شاء الله. وكريمان؟ وكريمان في سنة أولى برضه في المدرسة. ما شاء الله. قولي لي بقى التطوير اللي حصل في المدرسة أنت شايفاه إزاي؟ أثر عليك إزاي؟ وعلى كمان ولادك إزاي؟ التطوير والعلم حضرتك يعني كان زمان شيء ودلوقتي بقى شيء تاني. دلوقتي حاجة يعني ابن ما بيروح المدرسة بيقول يا ماما بقت المدرسة حاجة جميلة، حاجة كويسة، المدرسين بيعملوه كويس، بيبقوا بيشرحهم، بيذاكر كويس، والعدد بقى يعني ما عادش كتير زي الأول زي زمان، دلوقتي العدد قليل، وحاجة حاجة بقت جميلة فعلا في المدرسة. كانوا بيشتكوا لك الأول يقولوا لك احنا مش فاهمين متضايقين؟ كان بيجي ابني بيقول لي أنا مزنوق، أنا مش عارف أقعد عشان الكثافة. عشان الكثافة والعدد كان كتير في المدارس. ودلوقتي بعد تغيير حياة كريمة بقت الدنيا تاني متطورة خالص، ما عادش زي الأول الانزحام ولا عد زنجة مع زميله، بقى الوقت كله بالترتيب في الفصل وبالتعليم بقى نظام بقى تاني. يحب يجي المدرسة أكتر؟ بقى بيحب يجي المدرسة وما بيغيبش يوم، ودلوقتي عمل لهم يوم يلعبوا في الحوش وتدريب ورياضة، يوم مخصوص للعيل عشان ياخد براحته في التعليم. قولي لي بقى عموما في القريه، طبعا انت من اهالي القريه وطول عمرك عايشه هنا، قولي لي قبل كده القريه كانت عامله ازاي وايه التطوير اللي حصل فيها؟ قبل كده كانت قريتنا يعني مش قد كده بردك، في يعني تطلع انزدحام بردك، تطلع ما فيش تطور زي دلوقتي. دلوقتي بقت جناين، الحدائق، حاجات بقت جميله في البلد. انت حضرتك لو خدت عيالك وطلعت بالليل هتعرف تتمتع بجمال البلد بتاعتك فعلا حقيقي والله. لو تشوفوا بلدنا اتغيرت عن الاول كتير، دلوقتي بقت بلدنا حاجه جميله والله، والمستشفيات، المستشفى عندنا بقت حاجه كويسه قوي، بقى العلاج موجود فيها والرعايه والعنايه صراحه يعني، وبقى ابنك لو تعب في اي وقت بتلاقي حد يستعناه. ودي اهم حاجه انه في لحظتها يكون في يعني رعايه عاجلة. بشكرك جدا، شكرا ليك على وجودك معانا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك يا باشا. يعني عرفنا بنفسك في البداية. حاتم محمد محمود سعد ولي امر. يعني قول لي بقى اولادك قد ايه ما شاء الله؟ انا عندي امينه في 5 ابتدائي في المدرسه تشيت سامح هنا حضرتك، وعندي اكبر منها 5 6 اولاد برضه غيرها، كليات وكل حاجه. عظيم. طبعا انت اختبرت معاهم بقى المدارس من زمان، ولادك اللي كبروا ما شاء الله أكيد طبعا. مع بنتك اللي أكيد موجوده طبعا. دلوقتي في المدرسه أكيد الفرق طبعا. عامل ازاي بصراحه ربنا، يعني احنا لو قعدنا نشكر سياده الرئيس ونشكر حياه كريمه، كرمها زاد على البلد، كرمها زايده جدا وزاد علينا جدا، لان البلد حاليا بنسميها انا بالنسبه لي انا بقول شم باريس بصراحه ربنا، يعني لما يراه الانسان فيها من جمال طبيعه ولون جميل وشكل جميل وانتاج جميل برضه في كل الحالات، يعني التعليم بقى حلو والمدرسه حياه كريمه، ماده كرامها زاد علينا. يعني الاول قبل التطوير اللي يحصل في المدارس مع ولادك الاكبر سنا، كانت ايه مشاكلهم في المدرسه؟ لا كان العدد كتير في المدارس، في الفصل كان فصل 70 عيل و60 عيل عندنا في المدرسه، فالعيال ما كانوش بيستوعبوا كويس وكانت الدنيا ضيقه عليهم والامور مخنوقه. فحاليا بعد حياه كريمه وبعد التطورات الجميله الحلوه الموجوده عندنا، فيه الفصل من 35 ل 40 او 50 عيل ما بتتعداش، حاجه حلوه، حاجه كويسه جدا، والمدرس نفسه بيلم بالعيل، يقدر يلم بحصيله العلميه مع العيل كويس عن الاول، التلميذ بيستفاد، في نشاطات، في مجالات حلوه، في ملعب حلو كويس في المدرسه، في جو رهبه حلوه. هو الاهتمام بالنشاط بالتاكيد مهم جدا، حتى مدير المدرسه كان بيتكلم عنه. برضو موضوع المستشفيات اتكلمنا عنه أكتر من مرة، الشكل الجمالي للقرية برضو الأهالي بيتكلموا عنه كتير. قولي إيه تاني من التطوير أنت حاسس بيه ولمسه هنا في القرية؟ العدد بتاع الفصل جل، التلامذة في الفصول جلت بقت حلوة، البلد حلوة، بلد في الليل جميلة، تحس إنك في باريس. يعني أبهاتنا لو طلعوا تاني من القبور وشافوا البلد مش هيعرفوا إن البلد دي بتاعتهم، مش هيعرفوا إن دي شمة، هيتوه فيها، ودي طبعا حاجه حلوه ما شفناهاش قبل كده ولا ابهاتنا شافوها، وده شيء جميل جدا. ونشكر سياده الرئيس وحياه كريمه بما بالعمل اللي فيها كله أكيد. على البلد بحالها بصراحه ربنا يعني. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وان شاء الله التطوير يكون مستمر. اخيرا معلش طولنا على حضرتك، نتعرف بيك. اشرف احمد عرايس. قولي بقى عندك ولاد قد ايه؟ عندي ساميه في رابعه ابتدائي. ساميه بتحب تيجي المدرسه دلوقتي ولا بتقول لك ايه على المدرسه؟ ايوه طبعا دلوقتي بتحب تيجي المدرسه،
انما كان الاول كان المقاعد كانت وحشه والدكك كانت وحشه، ودلوقتي بقى في شغل حلو بالصلاه على النبي وحياه كريمه، ظبطت المدارس وبقت حياه حلوه. كانت بتشتكي لك الاول؟ ايوه طبعا كانت بتشتكي لي، كانت بيقعدوا خمسه في الدكه واربعه في الدكه وكانت العمليه وحشه، انما دلوقتي بيقعدوا اثنين في الدكه، والفصل بقى فيه 35 عيل، كان الاول 50 و55 و60 عيل. ده فرق معاها ازاي بقى حتى في البيت كمان؟ بقت بتحب المدرسه، عايزه تذاكر اكتر؟ ايوه طبعا، وكانت تيجي الاول ما كانتش تعرف تذاكر، تقول لبابا انا بنزنج وبعرفش افهم من المدرس. 60 عيل برده كان برده الوقت برده ما كانش ملائم، ما كانش بيكفيهم، انما دلوقتي بقى حلو 35 عيل بالنسبه للحصه حلو، بيعرف يلف عليهم المدرس كلك. لو في سؤال ولا في بتاع بيعرف يجاوبه، بيعرف يقوله. بشكرك جدا، شكرا جزيلا ليك، وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا على وجودكم معنا. وبالتاكيد مشاهدينا احنا مستمرين معاكم في جولتنا من هنا من قريه شمه في محافظه المنوفيه، شكرا ليكم. مشاهدينا لسه مستمرين معاكم في جولتنا من هنا من داخل قريه شمه التابعه لمركز اشمون في محافظه المنوفيه. بالتأكيد في تطوير كبير بيحصل في كل الاتجاهات هنا داخل القرية، مهم كمان ان احنا كنا نيجي هنا مركز شباب القرية قرية شمة ونعرف كمان الأنشطة اللي بتتم هنا في المركز، ومنها بالتأكيد المكتبة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، وهنعرف بالتأكيد تفاصيل أكتر من الأستاذة هناء وهي أمينة المكتبة. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. يعني في البداية أنا شايف في تجديد في المكتبة، يعني كلميني عن التجديد اللي حصل هنا في المكتبة داخل المركز. تم تطوير المكتبة من قبل مبادرة حياة كريمة، طورت المركز ككل، وبالخصوص بصراحة اهتمت بالمكتبة لأن عليها إقبال جامد من الطلائع والشباب عندنا من سن 6 سنين إلى ما لا نهاية، وعليها إقبال كمان من أرباب المعاشات. حتى السن الكبير بيجي. حتى السن الكبير في إقبال جامد عليه، وفي استعارات خارجية عندنا، استعارات داخلية، في إقبال كبير عليها من قبل الأطفال. بننفذ أنشطة كتير، أنشطة ثقافية، دوري معلومات. يعني أنا هاجي عند الأنشطة، بس عايز أعرف الأول بقالك قد إيه موجودة هنا أمينة المكتبة؟ من 2009. 2009 فترة طويلة جدا. 2009 طبعا. قبل تطوير المكتبة شكلها كان عامل إزاي؟ هي بصراحة كانت برضو فيها كتب، بس ما كانتش بالشكل اللي موجود. تم تزويد المكتبة بكتب كبيرة جدا، وخصوصا المبادرة اهتمت بالأطفال وكتب الأطفال بالأخص. يعني طبعا لأن هي بتخدم الشريحة دي، وكمان في مركز الشباب في سن صغير بيجي. تمام. قولي لي بقى الطلبة بيجوا هنا بيقروا ايه، بيعملوا ايه، الأنشطة اللي بتتم؟ هو بصراحة بيبقى على حسب اهتمام كل فئة، يعني الأطفال دايما الكتب اللي بيهتموا بيها قصص دينية، قصص مصورة، في إصدارات برضو. الفئة الأكبر شوية بيستعينوا بيها في المدارس عندهم، في الأبحاث، لو طلبة جامعة بيستعينوا هنا بالأبحاث بتاعتهم وبالحاجات الخاصة بكليتهم. السادة اللي هم أرباب المعاشات أو الناس الكبيرة بتيجي في فقه السنة، كتب دينية، بيبقى كل واحد على حسب الفئة بتاعته أو الاهتمام بتاعه. وفي كتب موجودة في كل المجالات؟ كل المجالات عندنا، وإصدارات دينية، كتب ثقافية، دينية، أطفال، كل حاجة عندنا، كل المجالات الحمد لله متوفرة. يعني واضح أنه في كل الكتب موجودة في كل المجالات. أنا عايز كمان أسألك عن الأنشطة اللي بتتم، عارف أنه في ناس بتستعير بشكل خارجي، إيه تاني من الأنشطة بيتم هنا داخل المكتبة؟ والله إحنا بنعمل أنشطة داخل المكتبة خاصة بصراحة بالمعلومات، يعني بنعمل ساعات دوري ثقافي وبنعمل جوائز مشجعة. إيه بقى الدوري الثقافي ده؟ قولي لي. دوري ثقافي في المعلومات العامة، وبنجيب بنعمل ندوات هنا، ندوات تثقيفية في الصحة، في عن كل حاجة، في جميع المجالات بصراحة. أنا مش متذكرة النشاطات دلوقتي، بيبقى في كل المجالات. يعني بيبقى زي مسابقة مثلا في المعلومات بيبقى العامة. زي ندوة كده، ويجي محاضر وبيبقى بيخاطب على حسب مجال الندوة أو موضوع الندوة، وفي آخر اللقاء بيتم طرح أسئلة من خلال الموضوع اللي اتكلمنا فيه، وبيتم توزيع جوائز طبعا تشجيعية للطلائع للشباب، بنعملها هنا داخل المكتبة. طبعا أنا بالنسبة لي المكتبة حالة، إن أنت تيجي تقرأ طبعاً الكتاب اللي أنت عايزه داخل المكتبة في هدوء تام، يعني دي حالة لوحدها. بالظبط. في طلبة بتيجي أو حتى الناس الكبيرة ييجوا يقعدوا جوه المكتبة ويقروا هنا؟ طبعا بتبقى في إقبال من الصبح من حوالي الساعة 10 لحد آخر الساعة 9 بالليل. إحنا عندنا هنا في المركز مش ما لناش مواعيد عمل ثابتة، يعني تعتبر ورديات. المركز والمكتبة مفتوحة من 9 صباحا لحد الساعة 10 بالليل. في إقبال عليها، في بقى كل واحد على حسب الوقت الفاضي ليه بيجي، اللي عايز مثلا يريح دماغه شوية، يفك شوية، يقرأ شوية، بيجي يقعد هنا
بيستجم شويه بمعنى اصح. وبالنسبه بقى للاستعارات، اي حد ممكن يستعير اي كتاب؟ هو اي عضو في مركز شباب شم، ان هو بس مجرد ان يبقى عامل عضويه ومطلع الكارنيه بتاعه من حقه يجي يقعد في المكتبه يستعير استعاره خارجيه لمده معينه ويرجع الكتاب. بيبقى بيستفيد من جميع الانشطه، هو بس ان هو يجي حتى لو مش عضو بيجي بنعمل له عضويه وبنسهل له الموضوع جدا، وبيعمل عضويه وبيستعير او يقعد او اللي هو عايزه في جميع انشطه المكتبه. والاستعاره بالمجان طبعا، بالمجان كامل. وتقعد معاه قد ايه بقى الكتب؟ لو استعاره خارجيه من 3 ايام لاربع ايام. ولازم يرجعه طبعا عشان غيره يستفيد بيه. لكن هنا بيقعد الوقت اللي عايز يقعد من الساعه 9 لحد اخر النهار براحته، بيقعد الوقت اللي هو عايزه، احنا موجودين معاه وبيقعد طول النهار. وانت بقى كامينه مكتبه، الطلبه بتسالك ايه على يعني ايه اكتر حاجه الطلبه بيسالوكي عليها في الكتب في المعلومات؟ انت بتشوفي اهتماماتهم عامله ازاي دلوقتي؟ هو في اللي بيجي يطلب الكتاب بيبقى عارف الكتاب اللي هو عايزه او طالبه، فبيجي يطلبه مني على اساس ان هو يعني مثلا ما بقاش لسه دخل المكتبه او عارف موجود فين، فبرشده لمكانه. في حد تاني يجي عايز بس عايزني انا اللي اختار له كمان، يعني يقول لي انا عايز اقرا كتاب كويس، بساله ايه اي مجال عايز فيه. يعني في اطفال طبعا بيبقوا عايزين قصص مصوره، في ناس مثلا اكبر شويه اعدادي او سته ابتدائي او كده بيبقوا عايزين كتب دينيه ثقافيه خيال علمي، فبيسالوني عليها، ما مش عارفين اسم الكتاب بنفسه، يعني بيقولوا لي على المجال وانا برشح لهم حاجات معينه واجيب لهم، عجبهم بيكملوهم، ما عجبهمش بجيب لهم غيره. يعني بشكرك جدا، شكرا جزيلا استاذه هناء على وجودك معانا امينه المكتبه، شكرا جزيلا ليكي، واحنا بالتاكيد مكملين مع حضراتكم مشاهدينا في جولتنا. شكرا لحضرتك. لسه مكملين معاكم من المكتبه، ومعايا مجموعه من الطلبه اللي جايين النهارده عشان يقروا ويشوفوا المكتبه فيها ايه. يعني برحب بيكم، وهبدا مع اصغر حد موجود معانا النهارده، احمد. ازيك؟ الحمد لله. احمد انت عندك كام سنه؟ 9. عندك 9 سنين، في سنه كام بقى؟ 4 ابتدائي. احمد انا سمعت من مس هناء ان انت بتيجي كل يوم هنا. طيب بتقرا ايه بقى؟ بتحب تقرا ايه؟ قصص الانبياء وزوجة الرسول. دي اكتر حاجه انت بتحب تقراها. برافو عليك، برافو عليك يا احمد. خلينا كمان نتكلم مع عبد الحميد. عبد الحميد انت اكبر شويه من احمد، عندك كام سنه؟ 12. سنه كام؟ 6. بتيجي المكتبه كل قد ايه؟ يعني مش غالبا دلوقتي، لا عشان الامتحانات. مركز اكتر في الامتحانات. طيب قول لي بقى ايه اكتر ماده انت شاطر فيها في المدرسه؟ دراسات. زي احمد برضو بتحب الخرايط والجغرافيا ولا التاريخ اكتر؟ التاريخ. بتحب التاريخ اكتر. ايه تاني من المواد بتحبه؟ الحساب. كمان نفسك تطلع ايه لما تكبر؟ مهندس. يبقى لازم تبقى شاطر في الحساب، لازم. خلينا نروح لاحمد. قول لي في الاول انت عندك كام سنه وفي سنه كام؟ انا عندي 17 سنه وفي سنه ثانيه ثانوي. ثانوي خلاص بقى، انت في دماغك هتعمل ايه في المستقبل؟ بتيجي المكتبه كل قد ايه؟ يعني احيانا مرتين في الاسبوع، ثلاثه في الحدود دي. بتيجي تعمل ايه بقى هنا في المكتبه؟ بتقرا ايه؟ بتحب مجالات ايه؟ انت قلت لي عايز حاجه في الذكاء الاصطناعي. طبعا. انا اشمعنى الذكاء الاصطناعي؟ مجال جديد وفي شغل باذن الله، ومجال حلو يعني. وشاطر بقى في المدرسه؟ بتذاكر كويس؟ الحمد لله. ايه يعني التطوير اللي حصل في المدارس حاسس بيه هنا في القريه في عدد الطلبه في الفصول وكده؟ قول لي. والله هم زودوا المدارس، وشكل المدارس من بره احسن، ومبادره حاجه كريمه، والحمد لله شغل يعني حلو يعني. تمام يا احمد، شكرا ليك. هنختم مع ندى. ازيك يا ندى؟ الحمد لله. ندى انت عندك كام سنه وفي سنه كام؟ قولي لي. في سنه ثانيه ثانوي، عندي 16 سنه. ندى انت بتيجي بقى المكتبه كل قد ايه؟ يعني هو باجي على طول في الصيف، انما دلوقتي يعني انا بمتحن وكده، فالامتحانات واخده الوقت يعني، فما باجيش يعني بقى لي شويه كده. زي عبد الحميد مهتمه بالامتحانات. طب والامتحانات اخبارها ايه؟ كويس. بتذاكري كويس؟ الحمد لله. قولي لي بقى ايه اكتر المجالات بتحبي تقري فيها هنا لما بتيجي المكتبه؟ هو ممكن القصص الديني او الكتب الدينيه اللي بتتكلم مثلا عن الصوم والصلاه وكده، يعني عشان انا في ازهر فببقى مهتمه بالحاجات ديت اكتر. يعني دي اكتر حاجه كمان مرتبطه بالدراسه لانك في الازهر. ايوه. طيب قولي لي ايه تاني من المواد كمان انت شاطره فيه وبتحبيه؟ ممكن الاحياء والكيمياء، يعني بحبهم اكتر. دي حاجه مختلفه بعيده شويه. طب قولي لي نفسك تطلعي ايه لما تكبري؟
ان شاء الله نفسي ابقى دكتوره. ان شاء الله تحققي احلامك. شكرا يا ندى وشكرا ليكم كلكم. وبالتاكيد مشاهدينا احنا لسه مكملين معاكم في جولتنا من هنا من قريه شمه. لسه مكملين مع حضراتكم في جولتنا من هنا من قرية شمة بمركز أشمون في محافظة المنوفية، وبنتوقف عند مركز شباب القرية، مركز شباب شمة. هنتعرف بالتأكيد على تفاصيل أكتر عن التطوير اللي حصل هنا داخل المركز وأهم الأنشطة اللي بتتم فيه، ومعانا الأستاذ محروس عبد الصمد مدير المركز. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. يعني في البداية كلمنا عن التطوير اللي حصل هنا داخل المركز، شكله عامل إزاي؟ والله بالنسبة للمبنى الإداري تم التطوير فيه. كان الأول مبنى يعني يعتبر متهالك، سباكة ما كانتش على أعلى مستوى، تم تطويره خالص في موضوع الكهرباء وموضوع المية والفرش والأساس، وبدأ وفيه مكتبة على أعلى مستوى على النظام ده يعني. طبعا احنا دخلنا المكتبة وشفناه وفعلا في تجديد كبير حصل. قبل التجديد بقى وقبل التطوير، هل كان المركز فعلا موجود وبيقوم بانشطه والشباب بييجوا ولا لا؟ يعني قبل التطوير ما كانش قوي. قبل التطوير ما كانش قوي زي دلوقتي، يعني بعد حياه كريمه بدا الانشطه تزيد، يعني بدا المكتبه في اقبال عليها في القرايه وفي الاستعاره واذا ما حضرتك شفت كده. وبالنسبه للملعب بنعمل دورات داخليه ودورات خارجيه، وبنعمل لقاءات بين المدارس في قلب الملعب ومسابقات رياضيه، وبنشتغل على الخطه اللي احنا حاطينها اللي هي طول العام يعني. طيب احنا اتكلمنا عن المبنى الاداري، كلمني عن الملعب برضو، التجديد اللي حصل واضح انه في تجديد حصل في الملعب. طبعا بالنسبه للملعب تم فرش الملعب كله بكامل مساحته اللي هي النجيله ديت، وتم تطوير برضو الكهرباء، وتم عمل مدرجات زي ما حضرتك شايف كده، ويعني الملعب كان بقى على مستوى تم فرشه يعني. كلمني برضو عن الانشطه اللي بتتم هنا في المركز، هل في شباب كتير بيجوا بيطلبوا مثلا ان هم يلعبوا في الملعب؟ الدنيا بتمشي ازاي؟ قول لي. بتمشي، احنا عندنا عاملين هنا ساعه قيمتها عاملينها ساعه ب 40 جنيه في النهار و50 جنيه في الليل ماشي ليلا يعني. فاللي بيجي في مجموعه، كل مجموعه بتيجي 10 12 15 بيحجزوا بالساعه او الساعه ونص او الساعتين وبيبدا يمارس هوايته يعني. ما فيش اي مشكله. بالنسبه للاضاءه بنشغلها في الليل عشان طبعا انت عارف الساعه بتزيد عشان الاضاءه والحاجات ديت، فبتبدا الساعه دي شويه في الايه في التكليف عليها. حضرتك قلت لي انه ماشيين على خطه على مدار السنه، قول لي بقى ابرز الملامح بتاعه الخطه دي. والله ابرز الملامح احنا بنعمل دوره خارجيه على مستوى الاشمون يعني على مستوى المركز كله، بنلم فيها جميع الفرق على مستوى المركز كله، بتغيب معانا حوالي اكتر من شهر، نبدا منافسات هنا على طول على مدار الشهر لغايه ما نوصل للفايز، ويبقى في جوائز قيمه فاهمني، وفي اهتمام بقى جوائز قيمه زي ايه قول لي؟ يعني في جوائز ماليه وفي جوائز تشجيعيه، مثلا شهادات تقدير، في جوائز ماليه حسب المركز يعني حسب الخطه اللي موجوده. صحيح. احنا بنشكرك جدا، شكرا جزيلا ليك كابتن محروس عبد الصمد، شكرا ليك على كل المعلومات وعلى استقبالنا هنا في المركز. شكرا يا فندم، انتوا نورتونا ونورتوا البلد، ونتمنى ان شاء الله اعاده هذه الزياره باذن الله. مشاهدينا وصلنا مع حضراتكم لختام جولتنا النهاردة من هنا من قرية شمة بمركز أشمون في محافظة المنوفية. بالتأكيد تعرفنا على عدد كبير من المشاريع اللي بتنفذها حياة كريمة هنا على أرض قرية شمة، منها اللي تم تشغيله بالفعل والأهالي بدأت تستفيد منه، ومنه اللي بالتأكيد هيشتغل خلال الفترة اللي جاية والأهالي تبدأ تستفيد من الخدمات الخاصة بيه. بشكركم شكرا جزيلا على متابعتنا في جولتنا في قرية شمة بمحافظة المنوفية، كنت معاكم فيها أنا هشام عبد التواب، وإلى اللقاء.